اهلا بكم. خلينا نبدا موضوعنا الاولاني النهارده. الحقيقه انتخابات مجلس الشيوخ او ما يسمى بمجلس الشيوخ في الخارج، المصريين او موقع المصريين كتب المصريون بالخارج يبداون، او موقع يعني المصريون بالخارج يبداون التصويت اليوم الاحد لاختيار بين قوسين ممثليهم في مجلس الشيوخ. ده الخبر الاولاني معانا، انه المصريين في الخارج او بدا النهارده المصريين في الخارج يصوتوا لانتخاب رئيس او يعني ما يسمى بمجلس الشيوخ ممثليهم. عجبتني كلمه ممثليهم. ايضا ادي الخبر وتفاصيله. ايضا رئيس الهيئه الوطنيه لاشين بيدعو المواطنين للمشاركه في انتخابات مجلس الشيوخ، وبيقول لك صوتك امانه فادوا الامانه. ده الاخبار اهو. رئيس الهيئه الوطنيه يدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ، صوتكم أمانة فأدوها. الأمانة ماتت، الأمانة ماتت. أدي خبر تاني بيكلم على تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور. يعني شفنا إيه من مجلس النواب لما ننتخب غرفة جديدة اسمها مجلس الشيوخ. النهاردة اتقدم بلاغ من النيابة العامة، طلب من النيابة العامة إلى البرلمان لرفع الحصانة عن مرتضى منصور بسبب سب وقذف للخطيب. للمرة الـ 18 مجلس النواب للمرة الـ 18 يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور. إذن أي أمانة بتتكلموا عنها؟ إلا إذا كانت الأمانة دي عندكم أنتوا بس. بمناسبة بقى مجلس الشيوخ، فتعال نتفرج على عزومات مجلس الشيوخ. عزومات شديدة البذخ بيقيمها حزب مستقبل وطن في كتير من بقاع مصر، منهم مثلا فيلا واحد اسمه أحمد الخشن بالمنوفية. الراجل ده عمل العزومة دي، ديستاكوزا بقى وديوك رومي وعزومات، أموال عزومات. دي حفلة على شرف تعلوب. العزومة دي كانت في فيلا أحمد الخشن في المنوفية. في الآخر أحمد، شوف العزومات عاملة إزاي؟ شايف الأطباق؟ الراجل داخل الفيلا بتاعته، فاكر الفيلا دي إحنا زعنا؟ أهو الراجل أهو بص، الأكل شغال. فاكر إحنا زعنا إمبارح صورة فوتوغرافيا للناس دي في فيلا أحمد الخشن وهم قاعدين بلا كمامات ولا أي حاجة، بينما المساجد بيتقطع عنها، بتمنع عنها الصلاة بدعوى الكورونا، وكأن الكورونا لا تأتي إلا داخل المساجد. وآدي الراجل أهو عامل عزومة تاريخية، تاريخية. بص تاريخية. قول لي أحمد الخشن هيكسب إيه بقى من مجلس النواب بعد؟ هي دي بقى الصورة اللي عرضناها امبارح. دول الناس عزموهم، ثم بعد العزومة تم ذبح الخرفان وذبح الديوك الرومي، وعمل عزومة تاريخية لحضرات السادة اللي انتوا شفتهم دول اللي قاعدين بلا كمامة بينما المساجد بتمنع فيها صلاة الجمعة بدعوى كورونا. كلهم في الآخر كومبارسات، كلهم في الآخر احنا عارفين مصيرهم ايه، كلهم في الآخر بيشتغلوا لاعقي حذاء عبد الفتاح السيسي، بدليل ان نائب برلماني لما طلع يكلم السيسي باعتبار ان هو ممثل الشعب، عبد الفتاح السيسي مسح به الأرض. افتكر معايا ده. انت مين؟ نواب ايه؟ انت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه ده؟ انت دارسه؟ ايه ده؟ انتوا دارسين الكلام اللي بتقولوه ده؟
اظن كلنا فاكرين الفيديو ده يا علي، اظن احنا فاكرين الفيديو ده، شفته بيسمع الراجل بطريقه كانه ضابط مباحث، بينما هذا الرجل مفترض فيه انه ممثل الشعب، مفترض فيه ان السيسي يقف له وهو بيسمعه، انما خد تعالى انت مين انت؟ ده عضو برلمان، والبرلمان الحقيقه اهم بكتير جدا من مجلس الشيوخ، وبالتالي اديك شفت البرلمان بيحصل فيه ايه؟ ايه بقى اللي جاي في مجلس الشيوخ؟ هي دي المجالس التشريعيه عند عبد الفتاح السيسي، مش بيفهموا حاجه ولا دارسين حاجه، هم جايين ياكلوا خرفان وبط ويحميهم من اي مساءله قانونيه، انما يفكر بالجزمه. طيب برضو لسه السؤال، ليه مجلس شيوخ؟ مش كفايه مجلس النواب؟ تعال نشوف الخبر ده، مجلس الشيوخ الخلطه، ليه بيعملوا مجلس شيوخ؟ يعني كفايه علينا مجلس النواب والعار بتاعه، ليه بقى بيعملوا مجلس شيوخ؟ تعال اتفرج على الخلطه الامنيه للعمليه الانتخابيه من موقع مدى مصر عن كواليس سلطه المال في الانتخابات، وكيف انها ترضيه لبعض الفئات، الحزب الوطني. نشوف كده، مجلس الشيوخ في مدى مصر الخلطه الامنيه للعمليه الانتخابيه. في تفاصيل كاتبه مدى مصر ان مجلس الشيوخ معمول عشان يرضي بعض الفئات اللي محتاجه الرضا. طب بس خليني اقول لك على حاجه قبل ما اعرض لك ده، معلش في حاجه صغيره اقول لك عليها. يوما ما تولى وزاره الثقافه فاروق حسني، ففاروق حسني الحقيقه كان في ناس كتيره جدا بتهاجمه أول ما تولى، لأنه كان نكرة، أو هم قالوا أي نكرة، بعد بقى أسماء كبيرة وأسماء مشهورة في العالم الأدبي جابوا شاب كده من أكاديمية الفنون في روما عينه عاطف صدي، أو يعني طرح اسمه. فأول ما دخل فاروق حسني بدأت عليه كل الهجوم، إنه كذا وإنه كذا وإنه شاذ وإنه وإنه وإنه. فاروق حسني عمل خطة عبقرية، قسم وزارة الثقافة إلى 11 قطاع تقريبا، كل ما حد يهاجمه يديله قطاع، قطاع ده عبارة عن مكتب وشوية موظفين، المهم الزبون يبقى رئيس قطاع. فتحولت وزارة الثقافة إلى 11 وزارة. ده بقى اللي بيعمله السيسي. الناس اللي ما خدتش في الوزارة وحركة المحافظين ورؤساء مدن ياخدوا في حتة تانية، نفتح لهم سبوبة تانية. إيه السبوبة التانية بقى؟ مجلس الشيوخ. الناس دي مين بقى؟ أعضاء حزب وطني السابق، اخواننا المسيحيين الزعلانين، نرضي بس كده مجموعه شخصيات ونحطهم في حاجه اسمها مجلس الشيوخ. شوف كده في الفيديو جراف ده الحقيقه، شوف كده الانفو ده، مجلس الشيوخ والخلط اهو، هو اعاده لمجلس الشورى الملغى في دستور 2014، هو ده مجلس الشيوخ عشان تبقى عارفه، يعني اللي هو في شارع القصر العيني. اي ده اللي كاتبه الكلام ده مدى مصر مش انا. أيد عودة المجلس الكنيسة لضمان تمثيل أكبر للمسيحيين في المجالس النيابية عبر التعيين، ده مدى مصر اللي كاتبه. كما أيد عودته جهاز الأمن الوطني بغرض توسيع الولاءات للنظام، مدى مصر كاتبه. هو المشرف على تشكيل مجلس اللواء أحمد جمال الدين، باعتبار أحمد جمال الدين ده مجرم الداخلية، باعتباره المنسق بين الأجهزة الأمنية ومستشار السيسي الأمني. يشارك كل من جهازي الامن الوطني والمخابرات تشكيل اعضائه، يعني يقعدوا كده زي ما كتب حازم عبد العظيم زمان قبل ما يتسجن. فالجهاز الامن الوطني هيقعد مع الناس. تم تحديد 25 مقعد للمعارضه فقط من اصل 300. ويعين السيسي 100 عضو بترشيح من الاجهزه الامنيه، 100 عضو اللي راضي عنهم السيسي، اللي عايز يكرمهم هيتعينهم. طيب ادي 100 عضو، بقي 200، بينما يشكل الباقي من تحالف يقوده، حزب مستقبل وطن هو اللي يقود التحالف اللي جاي. كده في 125 مقعد راحوا من المجلس، 25 هيدوهم للمعارضه كده، و100 هيعينهم السيسي، يتبقى كام بقى من ال 300؟ 175 مقعد، دول هياخدهم مستقبل وطن بقى، يعمل بيهم ان هو المجلس يضم ثلة من رجال مبارك، أبرزهم هشام طلعت مصطفى وصهر علاء مبارك، هيضم بقى الناس اللي هي كانت في السجن، اللي مغضوب عليها، اللي تهان شوية، اللي معاه قرشين، كما يضم المجلس نوابا محسوبين على رجال رجل الأعمال أحمد عز.
ده المجلس بتاع النواب، عشان دي التشكيلة بتاعته اللي حضرتك هتعرفها. خلينا نشوف اهو، موازنة المجلس تتكلف 1,000,000,000 جنيه سنويا. نقف بس عند الجملة دي، عارف البرلمان بيكلف كام سنويا ميزانيته؟ 1,500,000,000 تقريبا. واصلا مجلس النواب 500 وحاجة عضو، يعني دخل في 600 تقريبا، وتكلفته موازنته حوالي 1,500,000,000. مجلس الشيوخ بقى ياخد 1,000,000,000 التانية، فكده بقى عندك غرفتين، مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ميزانيتهم حوالي 2,500,000,000. ايه الميزانية دي بقى؟ بدلات للأعضاء، بدلات جلسات يعني. وقصة كده كتبها شاب لطيف في بوست صغير عن المزايا اللي هيتمتع بيها أعضاء مجلس النواب. هجيب لك بقى البوست ده عشان تعرف انت ليه هتروح تنتخب 300 واحد. انت مش هتنتخب 300، انت هتنتخب 275 واحد. شوف الاول الرسالة دي اهو، بيقول لك ايه؟ لا ينكر أهمية مجلس الشيوخ إلا جاحد. 300 مصري هيحصلوا على مكافآت شهرية ومخصصات وبدلات حضور وتذاكر سفر مجانية وحصانة برلمانية تعينهم على تحقيق مكاسب لا يحصل عليها أحد في الظروف العادية. انزل وشارك في اختيار 300 محظوظ. حب لأخيك كما تحب لنفسك. حضرتك هتنزل هتدي صوتك ل 300 واحد هياخدوا مكافآت شهرية، مخصصات، بدلات حضور، تذاكر سفر مجاني، حصانة برلمانية ما حدش يقدر يفتح بقه معاهم، مكاسب لا يحصل عليها إلا أحد، لا مش حد هيقنوا. انزل وشارك في اختيار 300 عضو أو 300 محظوظ. حب لأخيك ما تحب لنفسك. في يونيو 2020، يعني من حوالي شهرين تقريبا يعني، كنا زعنا فيديو هنا، زعنا رسالة من المخابرات للإعلاميين المصريين عن الترويج لحزب مستقبل وطن. أفكركم بالفيديو ده. جاءنا البيان الثاني من داخل إدارة الإعلام في مصر. بقى حضراتكم يا سادة عارفين إن في حاجة اسمها مجلس الشيوخ هيعملوه في مصر، هيعيدوا تاني. ما هو مجلس الشيوخ ده غريب جدا، مرة يشيلوه مرة يجيبوه، مرة يشيلوه مرة يجيبوه، مهم يعني جايبينه تاني. ففي انتخابات لمجلس الشيوخ، تمام جدا. ففي رسالة وتوصيات وصلت إلى كل الإعلاميين في مصر وإلى المعدين بالآتي. الرسالة دي أنا جبتها من جوه، هي جاتني يعني، الرسالة جاتني من داخل الإعلام. الرسالة من نقيب سامسونج. عارفين انتوا النقيب سامسونج اللي بيحرك الإعلام المصري. في حزب اسمه مستقبل وطن، الحزب ده كله بتاع اللواءات، انتوا عارفين هو وريث الحزب الوطني، بس مش الحزب الوطني، كان فيه بقى فلاحين وعمال، ده دلوقتي فيه كل اللواءات بتوع الجيش. فالنقيب سامسونج بعت رسالة للمعدين في كل القنوات لدعم حزب مستقبل وطن. ماذا تقول الرسالة؟ الرسالة بتقول الآتي: واحد، بخصوص موضوع مجلس الشيوخ، الموضوع مهم جدا ومطلوب نلقي الضوء عليه بشكل إيجابي ونروج له كالتالي أو كالآتي. نروج لموضوع مجلس الشيوخ كالتالي: واحد، الإعلان عن فتح الباب 1 يوليو. 2، سرد الاجتماعات حزب مستقبل وطن مع الأحزاب. نجيب بقى سرد كده، اجتماعات حزب مستقبل وطن مع الأحزاب. 3، إثبات أنه من خلال تجارب دول عظمى عدم نجاح الائتلافات لعدم قدرتها على تكوين حكومات قوية إلا بعد فترة، ونجاح وجود حزب أغلبية يعمل داخل المجلس بآليات وعنده القدرة على تكوين حكومة ويدعم في ذلك. يعني تجيبوا أول حاجة 1 يوليو نفتح بقى، هيفتحوا باب الانتخابات ترشيح. 2، ان احنا نجيب مستقبل وطن وقعد مع الاحزاب. 3، وهو قعد مع الاحزاب نروج لفكره ان الائتلافات دي فكره وحشه جدا. دي كانت الرساله اللي وصلتنا من داخل النقيب سامسونج من عندهم، وقلناها في يونيو 2020. الفيديو موجود عند حضراتكم عشان تعرفوا ان هم يعني الحكايه كانت معروفه من بدري.
خلينا نشوف الخبر ده بقى. انفراد مليارات رايحة للمحاسيب، انفراد 2 مليار جنيه تكلفة أولية لانتخابات مجلس الشيوخ. انفراد في عربي 21، 2 مليار جنيه تكلفة أولية لانتخابات مجلس الشيوخ في مصر. يعني ال 300 واحد دول هيكلفوا الدولة 2 مليار جنيه. 2 مليار جنيه في بلد فقيرة قوي، في بلد مش محتاجة أصلا لمجلس نواب ولا مجلس شورى، السيسي هو اللي بيحكم، اللي بيقوله السيسي بيمشوه. تعال نشوف بقى توزيع ال 2 مليار دول، نشوف كده مسرحية مجلس الشيوخ، مساحيق الديمقراطية على الوجه القبيح. نشوف كده مسرحية، التكلفة الإجمالية 2 مليار جنيه. ده اللي نشرته عربي 21. طيب إيه بقى؟ الشرطة هتنزل 230 ألف عنصر من الشرطة لتأمين الانتخابات. 600 جنيه لكل مجند. 800 جنيه لكل أمين شرطة. من 1500 ل 4000 لكل ضابط حسب الرتبة، بس من 1500. المجموع 510 مليون، دي إجمالي مكافآت الشرطة. الشرطة هتقبض 510 مليون، يعني حوالي نص مليار وحاجات. طيب الجيش هينزل 190 ألف مجند، 12 ألف عربية ومدرعة تابعة للجيش، طائرات هليكوبتر وقوات قتالية، وهيحصل الجيش الإجمالي اللي يحصل عليه 490 مليون جنيه. يبقى الشرطة هتاخد 510 يعني نص مليار، والجيش هياخد 490. نشوف القضاء بقى، 2000 جنيه لكل قاضي بإجمالي 140 مليون جنيه. طيب يعني كده 510 للشرطة، 490 للقضاء، وأدي 140 مليون جنيه للقضاء. أدي كده قفلنا المليار. مليار جنيه اتقفلت رسمي. تخيلوا الدولة هتصرف المليار دول بس مكافآت، وباقي المليار التانية. نشوف دلوقتي هنقعد فين، الناس دي هتقعد فين. نشوف كده مع بعض في الموشن جراف ده مساحيق ديمقراطية 2 مليار دولار أين أنفقت. أهو ده المبنى الجديد بتاع، أو المفترض يعني مقر مجلس الشيوخ الجديد الأول بتاع العاصمة الإدارية. أهو اتفرج، بس ده العاصمة الإدارية فعلا، ده القديم، ده مجلس الشيوخ أهو، ده اللي موجود في شارع القصر العيني جنب الجمعية الجغرافية. ده مجلس الشيوخ، مجلس ملوش أي، ده اللي اتعمل فيه الدستور لو أنتوا فاكرين، مجلس ملوش أي 30 لازمة. طيب حد بيتكلم عن اختصاصات مجلس الشيوخ، ايه بقى اختصاصاته؟ كان في خبر عن اختصاصات مجلس الشيوخ، تعال نعرف ابرز اختصاصات مجلس الشيوخ كده اللي هي كان منها تعديل الدستور. نشوف كده الاختصاصات دي اهو، خمس اختصاصات في اليوم السابع لمجلس الشيوخ في القانون، تعرف عليها ورينا يا عم اللي هو كان مجلس الشورى السابق. اختصاصات المجلس، الاقتراحات الخاصه بتعديل ماده او اكثر من الدستور، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات اللي تتعلق بحقوق السيادة. دي أبرز اختصاصات المجلس، دي أبرز اختصاصاتها، ملهاش أي 30 لازمة، ويوم بيها مجلس الشعب عادي. وعلى فكرة كان في رسالة دكتوراه عن الغرف البرلمانية في مصر، وفي دول كتير جدا في العالم عايشة من غير مجلس شيوخ، في دول كتير قوي كتير عايشة من غير مجلس شيوخ، مجلس شعب بس، مجلس نواب فقط لا غير. وفي دول طبعا عايشة لا مجلس شيوخ ولا مجلس نواب زي بعض اخواننا في الدول العربية. أنا أرى أن الأنسب لعبد الفتاح السيسي أنه لا مجلس شيوخ ولا مجلس نواب، شيل الاثنين، الاثنين مش لازمة. لما تقف تهين عضو مجلس شعب بالطريقة دي شيله. لما يبقى مجلس الشعب بالبهايم اللي فيه دول شيلهم. وفر، حطهم في جيبك. بلاش تصرف كتير على مسرحية وديكور، احنا عارفين أنه هو مسرحية. خلينا نشوف دلوقتي الحقيقة في الخبر الجاي ده، الخلاصة يعني، الخلاصة انه رغم ان مجلس الشيوخ ده مفترض يعني هو في الاخر مجلس ديكور زي ما قلت، بص دائرة السيسي تستعد لموجة تانية من تعديلات الدستور، عايزين يعدلوا ايه المجلس. الخلاصة ان مجلس ديكور، وانه مجرد ترضية ووجاهة بس مش اكتر، ملوش اي لازمة، مجلس ملوش اي لازمة،
وزي ما قلت لكم ديكور وطرديه وواجهه اجتماعيه، وهي واجهه معموله لمحاسيب السيسي وبقايا الحزب الوطني، حزب بثوب جديد اسمه مستقبل وطن. لكن الاخطر بقى ان الحزب ده او المجلس ده قصدي جاي يمرر تمديد جديد للسيسي للابد، وجاي يبصم على اتفاقيه العار مع اليونان وغيرها من الاتفاقيات بتاع السياده في بيع ثروات مصر والتنازل عنها. ده الموضوع من اخره. انا معايا دلوقتي سياده النائب مصطفى محمد، عضو برلمان 2012. سياده النائب مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. سياده النائب، الحقيقه مصر كل شويه تتمرجح ما بين غرفتين برلمانيتين، يعني مجلس شعب ومجلس شورى او مجلس شيوخ، ومره تعيش طول الوقت من غير مجلس شيوخ. السؤال بقى، ايه الغرض من مجلس جديد مع وجود نواب بيؤدوا نفس الغرض وبيمرروا اتفاقات للسيسي؟ يا فندم الغرض واضح واكيد حضرتك عارفه والناس كلها عارفاه، مش معقول مش واضح الغرض. طبعا مجلس النواب اللي موجود مش مكفي سياده الرئيس، فعايز يوسع دايره المعرضين بحذف النون بتاعت الضاد، المعرضين الرسميين، وزياده برضه مساحه ومؤسسات التعريض بحذف النقطه برضه اياها، وكمان برضه يعني زياده الزركشه والزخرفه لتجميل شكل النظام القبيح الديكتاتوري العسكري بشكل يعني يضحك بيه على الناس والناس فاهمه الحقيقه. طب هو السيسي محتاج هذه المليارات يا سياده النائب؟ السيسي محتاج المليارات دي ليه يصرفها؟ ادي 2 مليار بس على الانتخابات، وبعدين في يا فندم يا محمد بيه، 2 مليار دول شويه صغيرين، دول ما يكفوش، دول يا دوب يعني الشيء لزوم الشيء، مكافاه القضاه وثمن الورق اللي هيتكتب عليه، مكافاه القضاه وثمن الحبر اللي هيتكتب بيه، وكمان مكافاه الساده الضباط اللي هيحرسوا اللجان، ومكافاه البلطجيه اسف قصدي المواطنين الشرفاء اللي هيشاركوا في العمليه، وكمان ال 2 مليار دول هيكفوا ايه ولا ايه؟ طيب انت مش عارف حضرتك ان احنا فقراء قوي. السؤال يا فندم دلوقتي، كان مدى مصر عامل موضوع عن مجلس الشيوخ وكان قال فيه ان هناك طرديه كما ورد، يعني لاي مدى او لاي درجه يستخدم مجلس الشيوخ في ترضيه قطاعات زي الكنيسه، زي شبكات المصالح، بس زي طلعت مصطفى واحمد ابو هشيمه كما ورد، عشان بس للامانه، في مدى مصر؟ بس يا فندم، هو ما يسمى مجلس الشيوخ هو اعاده انتاج لمجلس شورى المخلوع مبارك. والعجيب ان المجلس ده تم الغائه في دستور 2014، دستور السيسي، واللي الغوه لجنه الخمسين قالوا ان هو يعني معمول للتربيه وللمحاسيب و الى اخره. والان بيتم اعاده هذا المجلس مره ثانيه. فالحقيقه يعني حكايه ان هو مجلس تربيه ومجلس لحمايه الفساد، الكلام ده كان زمان ايام مبارك، لكن الحمد لله دلوقتي الوضع اتغير يا استاذ محمد. كان زمان مجلس الشورى بيحمي الفساد ويحمي الفاسدين، لكن دلوقتي احنا وصلنا لدرجه اداره الفساد مش مجرد حمايته فقط. فاحنا بنعمل مؤسسه عشان ندير من خلالها الفساد والفاسدين، مش لتربيه، التربيه دي كانت زمان. احنا تقدمنا الحمد لله ومصر اتقدمت كتير من حمايه الفساد الى اداره الفساد وانتاجه. طيب سؤالي الاخير يا فندم، ما هو يعني تعليقك او كيف تقيم الحديث عن دور مجلس الشيوخ الاتي في صناعه تعديلات دستوريه وتمرير اتفاقيات تمس السياده وفق اختصاصاته؟ خلينا صراحه يا استاذ محمد، لا مجلس النواب ولا مجلس الشورى ولا غيره من المجالس بيصنع حاجه في مصر. اللي بيصنع الحاجات في مصر هو الراجل اللي بيقول انا ربكم الاعلى لا اريكم الا ما ارى، لكن دورهم ايه؟ دورهم ان هم يبصموا.
على نظام تمام يا فندم. اه سامع. حاضر يا فندم. أمرك يا فندم. أحلامك أوامر يا فندم. وهكذا هذا دورهم. طيب على كل حال بشكرك سيادة النائب مصطفى محمد عضو برلمان 2012، بشكرك جدا يا فندم. إلى هنا انتهت السبوبة بتاعت مجلس الشيوخ أو مجلس الشورى، وزي ما قلت لحضرتكم أنه أو لحضراتكم دول كتير جدا، وأنا عندي رسالة دكتوراه عن الغرفة المزدوجة أو الغرفة أو الدول اللي ماشية بغرف مزدوجة برلمان والشيوخ وأبرزها أمريكا، لكن هناك دول أخرى ملهاش دولة دور أو ما عندهاش مجلس شورى. تخيل لما قدامي رقم بيقول إن الإعاشة فقط، ما يسمى بالإعاشة اللي هي الموظفين اللي قاعدين والحاجات دي بياكلوا ويشربوا 700 مليون. تخيل بنود أخرى تكلفتها إجماليها 700 مليون. تخيل إن في حوالي 130 ألف موظف إداري هيشاركوا في القصة دي. تخيل 180 ألف موظف إداري هيشاركوا في المسرحية دي. تخيل إن في 140 سفارة وقنصلية هتنفق 70 مليون على القصة دي. أنت متخيل العبس اللي احنا فيه؟ متخيل بس بند زي بيقول لك كده إعاشة وحاجات كده في فنادق وحاجات ب 700 مليون جنيه. ده كده عشان بس نعمل ما عشان السيسي يبدو إنه عايز لما يروح يخطب في مجلس الشعب يبقى جنبه رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى، يبقوا قاعدين وقعد في النص. ألف دولة ديمقراطية وانت في دولة لا تقل فداحة عن كوريا الشمالية. تعال نشوف بقى المواطن العادي بقى وسبوبة الإزالات، وده مهم جدا اللي جاي، لأن سبوبة الإزالات دي دخلت للسيسي 2 مليار جنيه لحد دلوقتي. عايز تعرف التفاصيل عن الموضوع ده في الفقرة الجاية دي.